السلام عليكم. وعليكم السلام. بلدي اخويا. بلدي اخويا مش بلدي. مالها؟ احنا ولاد بلاد قاعدين طلعنا في حملة نظافة ننظفوا بلادنا وكو. استنوا بلدي استنينا ما جانا حد. ولينا طلعنا وحدنا ننظفوا البلاد. الدهن انتم شارين ولا بلدي؟ شارين واحنا الدهن. طوعين عبيد طوعت وتلمينا الفلوس وشريناها. ولهذا احنا انا البلدي لا نسكروا كياس ولا نعطلوا ناس ولا نعطلوا موفمون لحد شيء. بارك الله فيك ويرحم والديكم من فوق ويكثر خيركم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ما تكلفتش مليارات تقريبا؟ لا مش مليارات. كيف يا رب تكلفت؟ قداش تكلفت؟ والله تكلفت بالضبط جبش قلت بالضبط أكثر من مليون ونص. أكثر من مليون ونص. يعني شوية شوية من الحومة كل واحد شوية شوية انضافت الحومة ورجعت الحومة تلبع. الصغير عطاه والكبير عطاه فمشكون عطاه 2000 فرنك فمشكون عطاه 100 ألف فمعطاه 10000 5000 كل قدير وقدره. شوف كيفاش عملنا بها من 2000 ل 10000 شوف مصلي يعني بيش عملنا بها. يعني بلدية ما تستناش باش تلم مليارات باش تجي تنظف حومها ولا باش تنظف حي اللي تخدم فيه بتاع البلدية دي. بالضبط مش لازم مليارات ولا لازم برشا حوايج قليل تنظف ولا بس معناتها مشكلة. الحملة ما كانتش مأطرة كما قلنا كانت اندفاع شباب على وغيرة شباب على المنطقة على المنطقة نتاعو هي اللي ساهمت أكثر من كونها نقوموا بالحملة هذه. والحمد لله الحملة نجحت والمبادرة مازالت متواصلة ومش نكملوا ننظفوا البلاد الكل فهمتني بخلاف الطريقة رقم واحد هذه مش نكملوا ننظفوا البلاد الكل. وكانت النتيجة الحمد لله إيجابية وهاني قاعدين نبلغوا المسؤولين طريقة أخرى لنا مش سكروا كياس لنا مش نعطلوا حركة المرور لنا مش نعملوا شيء هانا قاعدين نظفوا في بلادنا وربي يوفقنا إن شاء الله. والعبد كل راهو على الميديا هي المتساهم أكثر ساهم ونشكر السوس تي في اللي جات وقامت بالمبادرة هذه وبتصور كل شيء في البرجين. النقائص الموجودة في البرجين موجودة راهي في مش ما نقولوش في أغلب المناطق على خاطر كل شيء يجي مع بعضه. المركب الثقافي تسكر، الفارماسية تسكرت، البلدية ما ثماش، المعهد الثانوي اللي نطالبوا به طبعا قداش معناتها تلمذتنا قاعدين يخرجوا برا 6 تاع الصباح يروحوا كان 7 تاع العشية بنات صغار وليدات صغار من 10 ل 14 حبينا معناتها لفتة صغيرة حتى المسؤولين وفرونا يرحم والديكم بلدية خلقوا منا مقام هالشباب هذوما وما نش طالبين لا فلوس ولا شغل طالبين معناتها حاجة للبلاد تكون صالحة لأجيال أجيالنا والحمد لله.